علم الرب يسوع المسيح قائلا: فكل من يسمع أقوال هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر. أحبائنا شركاء الخدمة في الآرامية، كما تعلمون أن الآرامية مبنية على دعم مشاهديها لاستمرار الخدمة والبث على 3 ساتلايتات و4 قارات. نصلي أن تستمروا في الدعم في هذه الفترة القادمة، لأن الآرامية تمر بظروف حرجة من الناحية المادية، ولكن نشكر الرب من أجل الحالة الروحية في ارتفاع دائم من خلال برامجها اليومية. إذا كنت تريد أن تدعم العمل، اتصل الآن أو أرسل تشيك على العنوان البريدي الظاهر على الشاشة.